هذه صورة لعلها تكمل جانبا مما كنا نتابعه. هذا كما نفهم وكما يمكن أن نستقرأ من هذه الصورة، هذا مدد عسكري يأتي بالجبات العسكرية الإسرائيلية. لذلك نحن نشير إلى أن هذه المنطقة هي كما تظهر الصورة أيضا منطقة مفتوحة، منطقة زراعية لا يعلم، وهذه مسألة لافتة للغاية، لأنه ما تبعناه أيضا بالأمس أن الفصائل الفلسطينية فيما يخص الكمائن التي نصبت، وكان بعضها حتى في الضفة الغربية عبر إضرام النيران في إحدى السيارات لاستدعاء أو لمحاولة الدفع ببعض الأفراد من قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه السيارة التي جرى إضرام النيران فيها، ومن ثم مع وجود هذا التحشيد يتم قصف هذا التموضع الإسرائيلي. نحن نتابع أيضا الآن هذا القصف، على ما يبدو لأننا كنا نستمع قبل لحظات إلى قصف مدفعي إسرائيلي على ما يبدو في المدخل من بين مداخل قطاع غزة. نحن نتحدث عن الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وبين مستوطنات الغلاف، هذا يشكل مدخلا من بين المداخل التي تعمد إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاولة الاقتحام. قبل نحو 45 دقيقة فقط من الآن كان عند السياج الحدودي تحشيد عسكري وحضور للجرافات العسكرية الإسرائيلية وناقلات الجند والدبابات. الآن مع إضرام النيران في هذه المركبة تابعنا هذا الحضور الذي لازلنا نتابعه، هذا ربما فوج من تشكيلات الجبات العسكرية الإسرائيلية. لا يعلم ما إذا كان هذا له علاقة بالسيارة أو بالمركبة بالأحرى التي جرى استهدافها وإضرام النيران فيها، لكن مع هذا المشهد لازلنا نتابع هذا القصف المتواصل الذي يستهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة. الجانب الأكبر من ما كنا نستمع إليه كان يشير إلى قصف مدفعي، وهذا ربما يكون جزءا من محاولة التوغلات البرية، لأن نحن بالفعل الآن لازلنا عند الحدود، حدود قطاع غزة مع مناطق مستوطنات الغلاف. نعيد التذكرة بأنه عندما يتم الذهاب إلى محاولة التوغل البري هناك ما يعرف بمرحلة التمهيد النيراني، مزيد من القصف، مزيد من القصف المكثف حتى يتسنى لهذه الآليات الدخول، وإن كان دخولا كما أشرنا دخولا محدودا أو خجولا أو بطيئا متعثرا، لكنه في النهاية هناك ضرورة حتى يتم تيسير مهمة القوات المقتحمة في الدخول. لا يعلم ما إذا كان هذا هو جانب من المركبات أو الآليات العسكرية الإسرائيلية، لم تتجه صوب السيارة أو المركبة التي أضرمت النيران فيها. لا أعلم ما إذا كان هذا سيكون بمثابة إعادة تموضع أو خروج من جديد لهذه القوات. هناك قصف جديد يسمع صوته الآن، نتابع جانبا من ارتداداته، قصف مكثف وعنيف للغاية نتابعه ونسمع صوته الآن على الهواء مباشرة تزامنا على ما يبدو مع استهداف هذه المركبة عند حدود قطاع غزة، عند السياج الفاصل ما بين قطاع غزة وما بين الغلاف. نحن عندما نتحدث عن هذه الجغرافية أو عن هذه المسألة على مستوى الحدود الفاصلة، نحن في النهاية نتحدث عن القطاع بأكمله، قد تنتقل من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه بالسيارة في أقل من 45 دقيقة. نحن نتحدث عن قطاع لا تجاوز المساحة الإجمالية له 364 كيلو مترا، محدود للغاية، ضيق للغاية، وبالتالي التوغلات التي تتم لا تتم إلا من خلال هذه المسارات بعمق حتى هذه اللحظة لم يجاوز عمق التوغل كيلو ونصف الكيلو، وهذا الجانب من محاولة التوغل إذا ما كانت هذه بالفعل محاولة للدفع بتعزيزات إلى داخل قطاع غزة، ربما إلى الجانب الشمالي من غزة سيكون مرتبط بهذه المحاولة أيضا من التوغل من جانب المركبات والآليات والجبات العسكرية الإسرائيلية. لكن مسار الحركة الذي كنا نتابعه الآن قبل قليل لا يعلم ما إذا كان هذا ربما عملية التبديل التي تتم بين المجموعات التي تقاتل على مدار 8 ساعات أو 9 ساعات ثم تغادر لتحل مكانها قوات بديلة لتمضي في استمرار هذه العملية أو في محاولة إتمام التوغلات والاشتباكات البرية.